ملائمة المكانية Suitability Analysis، الاختيار المكان الأنسب لإقامة مدرسة جديدة أو مستشفى جديدة أو ما إلى ذلك. نبدأ الآن بتجهيز بيئة العمل. لدينا هنا البيانات التي سنحتاجها في العملية التحليلية، وهي المدارس القائمة، المناطق الترفيهية، استخدامات الأرض، وملف ارتفاعات رقمي. إضافة Arc Toolbox جديد Suitability. Analysis. قم بإضافته. يظهر لدينا هنا. ثم New Model لإجراء العمليات التحليلية. Model Properties. اسم المودل نخليه Site Selection. ما يكونش في مسافة هنا بين كلمة سايت سيلكشن في الاسم، احنا هنحتاج موضوع المسافة ده في الليبل، هو الاسم اللي هيظهر سايت سيلكشن. فور انيو سكول. طيب عندنا هنا ستور ريلاتيف باس نيمز، دي لما نعملها تشيك كده هتعمل ايه؟ هتحفظ المسارات ارتباطا بالفولدر، يعني لو انا نقلت الفولدر من الدي الى الاي مش هحتاج لاعادة تغيير مسارات الملفات. وضع اوكي ثم حفظ. ظهر عندي هنا سايت سيلكشن، لو عملت اوبن هيظهر عندي بالشكل ده كواجهة، بس لسه مفيش ادوات. طيب هنعمل ايه؟ كليك يمين edit، هنعدل شوية خصائص هنا model properties environment. النقاط اللي هنشتغل عليها هنا في الانفايرومنت اللي هي بيئة العمل، اول حاجة البروسيسنج اكستنت، الاكستنت والسناب راستر. تاني حاجة راستر اناليسيس، السيل سايز هي اللي هنحتاجها من هنا. الحاجة الأخيرة هنا ورك سبيس، الكرنت والسكراتش. ندخل على فاليو ورك سبيس، هو المكان الافتراضي اللي هتحفظ فيه كل العمليات التحليلية اللي احنا هنشتغل عليها هنا. طيب انا الورك سبيس عندي هنخليها سايت سيلكشن هاوس 2، دي الورك سبيس اللي هتكون عندي. اد ستو نفس الكلام add. طيب processing assistant هو الإطار المكاني للمعالجة، ده يا إما لو ديفولت هيبقى زي ما هو، لا احنا هنخليه same as layer elevation، والسناب راستر elevation. طيب راستر analysis السيل سايز ماكسيموم اوف انبوت او سيم از لير او سيم از لاند يوز او اليفيشن، خليها زي الاليفيشن اللي هي 30 متر، او ممكن نكتب القيمه لو هي سيم از سبيسيفايد بلو. اوكي ابلاي. اوكي هنحفظ التعديلات على الموديل. اول حاجه هنعملها هنستخرج من الاليفيشن او ملف الارتفاعات الرقمي سلوب من سبيشال اناليسيس تولز سيرفيس سلوب. طيب الاليفيشن كانبوت، بعدين كونكت انبوت راستر. الانبوت اليفيشن، الاوتبوت اتعمل بصوره تلقائيه سلوب اليفيت على المسار اللي احنا عملناه في الورك انفايرمنت اللي هو الداتا بيس. الاوتبوت ميجرمنت هنخليها ديجري بلانر، الميثود بلانر او جيوسك خليها بلانر. زد فاكتور، زد فاكتور قيمتها كواحد
فهي غير مؤثرة، ممكن أتركها افتراضي. طيب إيه لازمتها؟ استخدمها في إيه أنا أصلا دي؟ الزد فاكتور ممكن يستخدم كمعامل مضاعفة، يعني لو أنا عايز أضاعف القيم عندي بالدبل، فهضرب أقول مثلا في 2، فاللي هيحصل كل هيضرب كل القيم اللي عندي في 2. تمام. النقطة الثانية التحويل بين وحدات القياس. يعني إيه التحويل بين وحدات القياس؟ أنا عندي وحدة القياس بالسنتي، لو أنا عايز أحولها لبوصة هخلي القيمة عندي هنا كام؟ 39 من 100. كده هيحول لي الناتج بتاعي للبوصة. طيب حاجة تانية، لو أنا عندي القيمة أصلا بالبوصة وعايز أحولها لسنتي، يبقى هعمل إيه؟ وهضرب في 2.54، 2.54. كده النواتج اللي عندي هتكون بالبوصة. طبعا لو خلينا القيمة هنا صفر، ايه اللي هيحصل؟ الزد فاكتور صفر، هيضرب كل القيم اللي عندي في صفر، فبالتالي الاوتبوت هيكون صفر. فالقيمة ممكن نخليها 1، واحنا مش عايزين اي تعديلات. كده الموديل جاهز ان هو يطلع لي السلوب. نقول له run. close. add to display. ظهر عندي هنا ايه؟ السلوب. طيب عشان نكمل العملية التحليلية، احنا محتاجين نعمل مسافات من المدارس، فهنستخدم هنا الـ Euclidean Distance. من Distance Euclidean Distance دي الأداة، الـ Input ليها هيكون Schools، Input Raster or Feature Source، Input Barrier، لا Input Raster. طيب لو هنا عايزين نشوف الأداة Schools، الاوتبوت بصورة تلقائية هنا، بارير لو انا عايز اضيف بارير، ماكسيمم ديستانس، ماكسيمم ديستانس لو انا عايز اعمل مسافة، اقصى مسافة ممكن يعمل لها ايه، يعمل منها التحليل. طيب لو خليتها افتراضية يبقى هو كده هيعمل سناب للراستر اللي هي الاليفيشن، يبقى هتتعمل على حدود المنطقة بالظبط. طيب الاوتبوت سيل سايز هو 30، 30 هو اصلا احنا حددناه هناك 30 او سيم از اليفيشن، زي ما كانت هناك 30. distance method بلانر او جيوزيك بلانر زي ما هي. output direction raster مش محتاجين فيهم حاجه دول. طيب هنا ال distance method لو جيوزيك او بلانر، بلانر بيستخدم في المناطق الصغيره جغرافيا، مدينه محافظه مثلا، لو المنطقه كبيره زي مثلا دوله قاره فهنستخدم فيها الجيوزيك، او المناطق الكبيره عموما يعني مساحيا. اوكي نعمل هنا run. close. add to display. اللي تم هنا على حدود المنطقة عمل منطقات بالشكل ده Euclidean distance. طيب عايزين نطبق نفس الكلام على recreation sites، الأداة Euclidean distance connect input raster نفس الموضوع، لو دخلنا شفنا نلاقي نفس العناصر. اوكي نعملها run close regulation sites الاوتبوت بتاعنا add to display. كده عندنا كل الاوتبوتس اللي احنا محتاجينها. الخطوة التالية هي إعادة تصنيف هذه البيانات على مقياس موحد، يعني تكون المسافات من المدارس والمسافات من المناطق الترفيهية والمناسيب كلها على مقياس موحد، تكون فيها القيم على مقياس من 1 لـ10 أو ما يعرف باسم ليكرت سكيل. ليكرت سكيل هو مقياس
واحد لعشرة حيث واحد المناطق الغير مناسبة وعشرة هي المناطق الأنسب لإقامة المدرسة. نطبق ده إزاي؟ في هنا ريكلاس في نفس مجموعة أدوات الـ Special Analysis Tools ريكلاس ريكلاسيفاي دي واجهة الأداة. لو هنضيف هنا مثلا في الأول السلوب التحديد الحقل هو فاليو عندي هنا هنعمل كلاسيفاي 8 فئات احنا نخليهم 10 نخلي equal interval 10 اوكي okay. وعندنا هنا كام 10 فئات 10 فئات تمثل القيمة الأرض المستوية اللي هي من 0 إلى 7 درجة في الميول واحد وتمثل الأرض شديدة الوعورة اللي هي 69 إلى 77 القيمة 10 احنا عايزين نعكس ده عايزين الأرض المنخفضة المنبسطة الأرض المنبسطة المستوية هي اللي تاخد القيمة 10 ممكن نكتبهم كتابة ممكن نعمل ايه reverse new values ثم حدد مكان الحفظ اللي هو الفولدر اللي احنا شغالين فيه سي في السبيشال اناليسيس ستو اسمها ريسلوب ريكلاسيفايد سلوب سيف ثم اوكي لو ركزنا هنا هنلاقي ان الفئات تم تصنيفها من 1 ل 10 القيم ودي البيانات دي اللي تم اعادة تصنيفها تمام طيب احنا عايزين نشتغل كله في الموديل فنعمل ايه نعمل دراج للأداة ريكلاسيفاي ثم هنا السلوب عندنا اخر حاجة اهي نروح نعمل ايه ريكلاسيفاي هنوصل السلوب الاوتبوت من الاداة اللي احنا عملنا بيها سلوب للريكلاسيفاي انبوت راستر بعدين نفتح الاداة سلوب اليفيت فاليو زي ما هي كلاسيفاي ايكوال انترفال 10 اوكي القيم نفس القيم 10 نعمل ريفيرس بحيث ان القيمة الارض المستوية تاخد القيمة 10 الحفظ طبعا هيتم بصورة تلقائية ريكلاس سلوب للفولدر اللي احنا عملناه في الخصائص تمام نعمل رن للأداة close add display نشيل دي هنا reclass slope من 1 ل 10 هنطبق ده على equidistant distance وعلى المدارس دي المدارس انبوت راستر ودي دي المدارس والمناطق الترفيهية طيب عندنا هنا كويدن ديستانس من المناطق الترفيهية هنا حقل الفاليو كلاسيفاي ايكوال انترفال 10 اوكي هنا عندنا قيم 1 ل 10 هنا احنا محتاجين المدارس تكون قريبة من المناطق الترفيهية يبقى الأقرب المسافة الأقرب هي تاخد القيمة 10 نعمل ريفيرس نخلي نغير الاسم بس نخليه ريكلاس فور ديست ريك عشان المناطق الترفيهية نعمل اوكي هذا نعمل لها run close add to display نفس الكلام هنطبقه على
المدارس للمدارس. open. عندنا هنا equidistant distance حقل الفاليو اعمل classify 10 equal interval 10 اوكي. بقى عندنا هنا 10 قيم. طيب هنا دي مسافة من المدارس. طيب احنا نعمل ايه؟ نعمل عدد تصنيف للمسافة من المدارس. الاقرب للمدرسة هيكون ايه؟ ده غير مناسب. عايزين المدرسة الجديدة تكون ايه؟ محتاج المدرسة الجديدة تكون ابعد من المدرسة القديمة. يبقى القيمة او المسافة الابعد هي تاخد القيمة 10. دي هنخليها ايه؟ دي سكول او اس سي او مثلا. اوكي رن كلوز اد تو ديسبلاي. هنا عندنا المدارس، مسافة من المدارس، المسافة من المناطق الترفيهية، السلوب. تم تصنيف الثلاث ليارات على 10 قيم بحيث ان 1 تمثل القيمة الأقل و10 هي الأنسب الأبعد أو الأقرب من الظاهرة حسب المعيار وهي الأنسب. طيب كده باقي معانا لير واحدة اللي هي استخدام الأرض أو land use، ودي هنعدل خصائصها أو تصنيفها في التحليل الموزون أو الـ weighted overlay. عندنا هنا الأداة في نفس مجموعة الأدوات Special Analysis Tools في Overlay Weighted Overlay أو التحليل الموزون. في مقياس هنا من 1 لـ 9. احنا المقياس اللي استخدمناه من 1 لـ 10، فبالتالي هنضيف المقياس بتاعنا 1 لـ 10 باي 1. هنبتدي نضيف الليارات. هنضيف اول حاجة الاولوية مش هتفرق طبعا، مثلا دي distance from school. اوكي هنضيف المناطق الترفيهية. اوكي دي القيم add slope value ودي القيم. هنضيف كمان اخر حاجة land use. اوكي دي قيم هنا land use، قيم land use. احنا هنا مش محتاجين القيم، احنا محتاجين الاسم، اسم استخدام الارض عشان نعرف نديله قيمة او نحذفه خالص من العملية التحليلية. طيب هنعمل ايه؟ دي land use اهي هنحذفها حددناها كده، نحذفها ديليت، ثم نقوم بإضافتها مرة أخرى land use. هنا هنحدد الحقل اللي احنا محتاجينه. عندنا land use هنا فيها value count و land use، ده الحقل اللي احنا محتاجينه land use. نعملها expand تاني. عندنا water barren land built up agriculture forest wetlands ونبيت الووتر. طبعا احنا مش هنبني مدرسة على مسطح مائي، فدي هنعملها ايه؟ restricted. وعندنا تاني الويتلاند برضو هنعملها ايه؟ restricted. طيب انا وجهة نظري ان البيلت اب تتعمل برضو restricted، لان انا مش هبني مدرسة على اصلا مكان مبني، في منشأة في مبنى. البارين لاند الأراضي القاحلة دي بالنسبة لنا هتكون الأنسب، تليها الغابات 9، والمناطق الزراعية ممكن نخليها مثلا 5. احنا كده ضفنا كل الطبقات اللي هتدخل معانا في التحليل. هنا النقطة المتبقية الانفلونس او معامل التأثير. كل طبقة بتكون لها معامل تأثير حسب اهميتها، محتاجين ده يبقى ليه تأثير اكتر من ده.
مثلا المدرسة تكون قريبة أكتر من المناطق الترفيهية. فكده مثلا المناطق الترفيهية اللي هي دي هنخليها 50، تمام. هنا بيقول weighted overlay table، في خطأ في error عشان طبعا لازم مجموع يكون 100%، فنعمل edit لدي. المسافة من المدارس القائمة هنديها 25% كأهمية. slope هنديله 13، ولاند يوز هنديله 12. كده المجموع بقى 100%، الايرور اختفى خلاص. لو شفنا هنا مكان الحفظ اتحدد بشكل تلقائي لقاعدة البيانات الافتراضية للبرنامج، ليه؟ عشان احنا عملنا كل ده خارج الموديل مش داخل الموديل. طيب لو جينا عملنا الخطوات دي داخل الموديل ايه اللي هيحصل؟ هتختلف طبعا، هيبقى المسار الافتراضي لقاعدة البيانات اللي احنا حددناها بإضافة العناصر داخل موديل بيلدر، ده اللي احنا عملناها. ثم نضغط اوكي. بعدين نعمل run للموديل completed close add to display. صارت عندنا هنا نخفي بس اللي أراد دي خريطة الملائمة المكانية لأنسب الأماكن لإقامة مدرسة. طيب فين أنسب الأماكن لإقامة مدرسة؟ بناء المفتاح إن الرقم 9 هي الأنسب، 9 اللون الأخضر ده، 8 تليها في الدرجة، 7، 6 وهكذا إلى الصفر اللي هي الغير مناسب. الصفر مش في السكيل بس، الصفر اللي هي الريستريكتد اريا، المناطق اللي احنا استبعدناها اضافت للتحليل بقيمة صفر، اي انها خارج المقياس، خارج المقياس مستبعدة. طيب الخطوة الجاية المفروض احنا نعمل ايه؟ نفصل القيمة او المناطق المناسبة من الخريطة، نطلعها في خريطة لوحدها في اللير بشكل مستقل. احنا انا محتاجين نفصل القيمة رقم 9، هنستخدم اداة اسمها كون and conditional special analysis tools con. هنسحب الأداة داخل الموديل بشكل مباشر، الانبوت للأداة هيكون الاوتبوت من التحليل، انبوت كون راستر conditional راستر. نبتدي هنا هو ايه، نعمل open. طيب ضفنا هنا الويت سكول الناتج من التحليل، عايزين نفصل منه القيمة 9 اللي هي الأنسب. فتحنا واجهة SQL value double click value تساوي get unique value 9 verify the expression was successfully verified. اوكي ضفنا. طيب ايه ده وايه ده؟ ده الاوتبوت عارفينه. طيب input true raster or constant value، هنا دي القيمة، لو الشرط اللي احنا حطيناه فوق طلع صحيح هيدي لكل الخلايا القيمة اللي احنا نكتبها هنا، فاحنا هنقول له 9. طيب المناطق اللي الشرط فيها مش صحيح او القيمة بتاعتها مش 9 اللي هي 0 و3 و4 و5 و6 و7 و8، الخلايا دي تاخد قيمة ايه؟ وهنا بيقول لنا اديني القيمة اللي عايز تديها للخلايا دي، ممكن نخليها 0 1 2 whatever you want، تمام. ثم اوكي. هنعمل run للأداة دي completed close. هنا الناتج add display، المفروض المناطق اللي تطلع هي اللي ممثلة قيمة 9 هي الأنسب. ده الموديل بالظبط، دي المناطق اللي واخدة القيمة 9، يعني الأماكن دي
هي الأنسب لإقامة مدرسة.